السلام عليكم، معكم DragSerk. اليوم أول MotoVlog ديالي. كنت واحد الفيديو ما كاينش الصوت، علاش؟ حيت ما عنديش بلاصة في لصق الكاميرا. هاد المرة لصقت الكاميرا بلا هاديك البروتيتيف كيف ديال نجرب واش غاتشد شي صوت ولا لا. هذا هو أول MotoVlog. اليوم في الصباح بكري عندي مشكلة في الإنترنت، عندي 4 صور كيف حطوها. شحال مرة كندير ريكلاماسيون والو ما كيحملوش، ماشي ما كيحملوش، ما كيديرو معايا والو. شفت تعييت، قلت نمشي ريكلامي في لاجونس الكبيرة في لا ديريكسيون. هاديك الساعة شفت غادي دونك أنا دابا غادي البرد على الله يكشف الصوت. ديك الساعة ما كانش عندو كاع سميها، كان غير كيلصق الكاميرا في الكاسك ديالو وكيبدا يصور. ما كانش عندها كاع سميها ديك الساعة، من وراها بان رويال جوردانيان وبداش كل مرة كيبان واحد من لي موتو فلوغر اللي كنتفرج فيهم. كاين سنو كات، كاين 6 فوت 4 هوندا، كاين بزاف تاع رايانز لايف رايدين. لي موتو فلوغ المغاربة راه باينين، اولهم اورديناري بايكر قاعد غادا كل مرة كيبان واحد. ايوا نتمنوا يتزادوا دي موتو فلوغ اخرين تجي لنا كومبيتي كبير. اوقات السحام يعني اوقات الدخول ديال الحد والخروج والتغدا باش كنت الدنيا برود. السكر في كازا ولا صعيب، غادي يوكي صعاب بالحديد، غادي يوكي كتب ومكيتصوتوش في المناطق. عرفت قاتلي دور من لا سينيال لا والو، كيدور مكيشوف شكون وراه لا والو. بحال هاديك غير فوق الزور اللي كاين في الطوموبيل مكاينش، مكيخدموش بيهم يعني يحيدوهم، مكيعبرو عليهم اللي كيرسوهم اللي فوق يعمر عليه البق. مشات لي ريترو فيزور تبعو. هادي شي كتخرج لقدام،
بنادم يمول في كاميرا معاك كدوز كيشي كيضرب على الكاميرا في بلاصتها كيبقى يشوف في هاد الجبال. فكرني في لي فلوغر بحال سميتو ايوب عقيل ايامات الاولى كيتم غادي كيصورو بنادم من وراه كيشوف فيه ولا ما عرفوش كيدير ولا اشنو غيدير بدوك الفيديو. ملي راه بدات كتعرف دابا بشوية بشوية تيعرفو علاش كتصلح هاد الكاميرا. المشكل ديال لي رونبوان حتى هو كثير بعد ما كيختارش حق الاسباقيه كتم حتى داخل رونبوان هو جاي معمر. المشكل انك الا كتب في الطوموبيل راه غتحبس فران هانيه متر الكوار راه كيف موتور الا مشيتي تحبس فران راه دبرتي عليها تحبس فران ساك راه غتشقل وما ضايع قال عليك راه يزيد الا ما دخلتيش فيه راه اختياب بوحدك راه غي كسيري وزيد فحالاتو ما عقلش عليك تخرج العينين باش كيديرو ليه هاكا دوي مع شي واحد هو ديجا مزبل داير مخالفة ولا محترف اسباقية كدي عاير تيخرج في عينيه ما نخافوش حتى اللي كاين في الطريع نتمنى هو السلوكية اللي تبدلوها السامية ديال الطريق. الزحام بدا ديما عند الزنيقة في الزحام او المكان المعتاد الفروج الاخر جيت سمعك امين ديما حاكين طوت منها كتوقف انت كتشد النوبة كتشد سنة الضوء الخضر يبان ايوا ملي كيشعل لك حتى الضوء الخضر كيبقاو يجيو بحال انت ما كاينش في هذا العالم ابو وحدو ملي كاينين خصهم يجيو تا واحد اخر ولا داير سينما لا لا كيسحب ليا ما دايرش سينما احنا نشوفو اليوم لو كان الدور الاخر نشوفو واش كاين شي واحد غادي يدير لا فوت او تاني فيما كيطرا ليا هاد البلان انا كنتفكر سنوكات سينيال على سينيال على اليسار وهي باغا تشوف شنو معناتها يعني فو متعصب ولاني بعض المرات واخا تشوف شي واحد دار معاك شي بلان خايب زيد انت واخا تشوف شي واحد دار معاك شي بلان خايب بحال هكاك ما تصوغش ليه شوف فيه واحد الشوفه وزيد حالاته حيت راه والو مكيفكش قدوي مع تلغى هل فيروش راح نشوفو شي حرق الضوء ثاني ولا لا نقول سنوكات سنوكات هي ما تشوف شي ضوء احمر ايش عندي الخضر كيبغي يزيد كتخرج لي شي طوموبيل حارقة ديما ديما تقريبا في كل فيديو خصك تشوف من جوج ثلاثة ديما جاب الله مرة في التخلعات و في المساعدة هذا في فوتراج و تصوح كنا علك يعني مش كتقضي عليها مكنت كسيري سنتايا و خايا خطر تخاف في دربك ولكن ما كنش بديل إلا ما خرجتيش في عينك كي يبغي إياك من ندورو و ندورو مش ياسمين ولا يعقوب وتمشي هاد الحياة ياسمين هاديك كتخرج جيت السبيطار عشرين وشوش
كازا يا كازا علاش مدن اخرى الكبار تما هكاك بحال الرباط كتبان ليا شويه من كيحتارموا قانون السير مقارنه بكازا كازا بزاف كاين غير لعب صحيح شكل مراكش كما شفت في الفيديوهات ديال الايجل بايكر حتى هما ناس قديم هما عندهم مطر بزاف ولا ما كيحتارموش القانون كاين احرق الفيديو اللي كان لاح ديال هذاك اللي هرب من البوليسي مراكش فيها المطر بزاف مقارنة بكازا مزباج قدام اتصالات فنجاج الله اعلم نمشي نشوف واحد السيد كنعرف هنا نسولو على ربما تكون عنده شي فكرة اللي درت هو ان داك السيد اللي كنت مشي عنده في الفوق ماشي كان لي ندور عليك ديال دابا خصني نجيب التومي شويه نجيبو تكلخت في هاد القضية هادي غير صحة الطنوبيلة سيت كيسر لنا شوية صح تاعد دابا هنا بغيتي تدور على اليسار خصك تشد اليسار ديالك وتمشي نيشان ولا تدور على اليمين راك طون عندك لي دو فوا لاخرين ولكن بنادم باقي ما فهمش هاد القضية بقى باغي يدور على اليسار هو اللي في الوسط وكيعكس الطريق على هادوك اللي باغيين يمشيو نيشان لايبات دابا نتوما نتوما غادي يبان تحم واحد من الوسط يتم جاي شد مع مرة سير 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 مو الطويوطا هيا الشاكور من هنا